السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل منا يسعى للحصول على حياة سعيدة يستمتع بها في يومه وليله، لكن للأسف كثير منا يفقد هذه السعادة. نريد أن نبين في هذه اللحظات ما هي العادات الجيدة المفيدة النافعة التي تحقق لك هذه الأمنية العظيمة السعادة. لا شك إن حاجة الفرد في عيش حياة ترو بالقدر الأكبر من الوعي والتيقظ تمتد إلى الاهتمام بنظامه الغذائي وعادته الصحية ومدى سلامة تغذيته، والعكس فإن الاستمرار بالنظام الغذائي والعادات الغذائية غير السوية غير جيدة غير نافعة تجعل حياة الفرد مليئة بالفوضى والمرض والكسل والخمول، فيسيطر التعب والإرهاق والكسل والخمول عليه. أما الالتزام بأسلوب التغذية الصحية يجعل الفرد يعيش حياته بمستوى أعلى من الحيوية والنشاط والسعادة والاهتمام بالذات. هذه إذن مجال التغذية الذي ربما نتكلم عنه أيضا، ومن أهم الإرشادات في هذا المجال ما يأتي مقاومة العادات الغذائية المضرة والتخلي عنها، وكذلك الحصول على القسط الكافي من الراحة التي تضمن القدرة على الاستمرار في الحياة. ليس اعمل اعمل اعمل، لا، لابد أن يكون عندك يقظة وحيوية. لا تنسى النشاط البدني المستمر بشكل يومي ومتواصل، وكذلك التوازن في تناول جميع أنواع الأغذية دون المبالغة في تناول صنف معين دون الأصناف الأخرى. لا تنسى الابتعاد عن التدخين فإنه مضر وقاتل، وابتعد أيضا عن المدخنين. هذه نصائح بسيطة جدا، بارك الله فيك.